لف يجي لوحده. طب يلا وريني، انا اتحداك مش ما يجد... يعني انت لو قلت له روح لف يا سماره هيلف؟ ايوه. طب يلا وريني. تعال هنا، تعال يا سماره، تعال تعال هنا هنشوف. تعال عايز ترجع لوحدك؟ تعال هنا، تعال هو عايز بس مش عارف. اما نشوف اهو. بس مزنوق. تعال تعال يا سماره، تعال والله العظيم لا بتفرط فيه. خلاص قلنا بقى. ها طب قول له اطلع، قول له اطلع كده نشوف. قول له اطلع عجلتين طيب ولا عجله. يلا عجلتين يا عم فرج كمان. لا عم فرج يلا ابو فرج شوف هتحرك ولا لا عشان نحطك على الفيس بقى الفيديو ده. عجلتين كمان. تعال هنا، تعال ابو فرج. اه على تعال على النعمه. انا ما بفتحش كده، انا ما بفتحش كلام ابويا كده. معاك بقى كام سنه بقى الحمار ده؟ عايز انت تسمي جدع كده مع الحمار احسن من بلاد. في ايه بقى؟ يسمع الكلام. طب يعرف يرجع بظهره كده؟ اه طب خليه يرجع بظهره. اهو لما اشوفه بس. تكتف ورا كده، تكتف. تعالى يا ماما تكتف. الحمار احسن من بلاد. والله يا مصر يا معلم، لا تفضل تطلع عليك 50 ما عاد تسمع الكلام. يا ولد ما تسمع عليك ساعتين نجفة. ده صحيح. ولقى ساعة مكان ثلاثة ما تنجفش. ايوه. روح يا سمارة. تعالى يا سمارة. ما يسمعش كلامي أنا، لازم أسمع كلامك أنت. آه.